افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية، ويشارك في المعسكر عدد من الطلاب الإندونيسيين والنيجيريين المسجلين على منحة دراسية من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة. كما قام الوفد السوداني برفقة وزير الأوقاف بزيارة لمكتبة الإسكندرية باعتبارها من أهم معالم الثقافة العالمية قديما وحديثا. نتابع. باعتبارها أكبر مركز ثقافي في البحر المتوسط والشرق الأوسط، وتمثل إشاعا ثقافيا ليس في مصر فقط إنما تمتد للدول كافة، وزير الأوقاف ووفد وزارة الأوقاف بدولة السودان في جولة تفقدية لمكتبة الأسكندرية للإطلاع على الدور الثقافي والحضاري الذي تقوم به المكتبة في الربط بين الثقافات. هذه الزيارة الهامة جدا لواحد من أهم معالم وقلاع وحصون الثقافة العالمية، مكتبة الإسكندرية لا تأخذ طابعا مصريا فحسب، إنما تأخذ طابعا عالميا في الفكر والثقافة. وأظن إن ما شاهدناه مع معالي الوزير والوفد السوداني يؤكد عمق هذه الحضارة وهذه الثقافة. الذي وقفنا عليه في هذه المكتبة، مكتبة الإسكندرية، هي واحدة من أفخم وأعظم المكتبات التي شاهدتها والتي قرأت عنها واطلعت عليها سواء كان في الميديا أو في غيره. أفتكر أنها هي واحدة من أعظم وما يفتخر به الإنسان المصري من ماضي تليد يفتخر به ويتر ذكراه. وأفتكر أن الأمة التي تحفظ تاريخها والتي تمجده وتحافظ عليه وتحافظ على تراثها هي أمة متمدنة ومتحضرة. ومن منطلق الارتقاء بالكفاءات الدعوية وجعلها نخبا دعوية معدة إعدادا صحيحا ثقافيا وعلميا وخطابيا، وزير الأوقاف المصري والسوداني يفتتحان المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالأسكندرية. الوسطية والاعتدال هي الشعار الذي يجمع بين علماء البلدين، لذلك جاءت هذه الدورة التدريبية المتقدمة لتعزز هذه المعاني، معاني الوسطية، معاني الاعتدال، في وقت وزمان بدأ فيه خطاب الكراهية، بدأ فيه الغلو والتطرف، فلا بد من هذه التجارب لتكون يعني صدا منيعا. هذه الدورة لها أو التدريب والتأهيل له دور كبير في محاربة التطرف والغلو، وكذلك الوسطية التي يدعو لها ديننا الإسلام. حقيقة هذه الدورة من أهم أهدافها أن يوسط هذا الدين وينشر بالفهم الصحيح. تفعيل الدور الإيجابي دعويا وتوعويا في مصر والسودان وتوطيد روابط الأخوة والعمل على الدور المحوري للثقافة وزيادة الوعي في تقوية النسيج الوطني للمجتمعات وحمايتها من الإرهاب والتطرف، ختام المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة. من الإسكندرية، وليد هيكل، التلفزيون المصري.